بعد فراق طويل، ها هي بونا تعانق نجوم الفن السابع من جديد بمناسبة افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. استعراضات فولكلورية شعبية وسط ساحة الثورة، رحبت إيبون بضيوفها. هذه الطبعة الأولى من المهرجان عقدت في التوقيت الذي تم إعلانه بحضور متنوع ومتميز وبمشاركة نعتبرها كفيلة بإنجاح هذه الطبعة. الافتتاح كان كما تمنيناه، يعني حضور جمهور وافتتاح متنوع. حبينا نكرمه، حبينا ان الذكرى تنفع المؤمنين، حبينا نذكره باللي كانوا مخرجين وممثلين اللي صبحوا الان رموز، ونكرموا ثنا الاحياء. مهرجان عناب للفيلم المتوسط الذي احتجب لمدة 30 عاما يعود بقوة ليفرش سجاده الاحمر لنجومه في ليل تزينت سماؤه بالالعاب النارية. الموسيقى السنفونية كان لها موعد على ركح عز الدين مجوبي لتصور حاضراً مليئاً بأحداث ثورية خلت. مهرجان عنابة يعد مكسباً أعاد الحياة في عروقها، وللجزائر التي أنجبت رجالاً ونساء أبدعوا جمهورهم الواسع.